أدري إني ممكن بك وين عندك من فيني أنا جيتك أبي دنياك لقيت قلبك يتافي أدري إني ممكن بك وين عندك من فيني أنا جيتك أبي دنياك لقيت قلبك أنا قلبي تعب يهواك تعب والله ما أحس فيك أبي أصرخ أقول أنساك يمر طيفك ويغني أنا قلبي تعب يهواك تعب والله ما أحس فيك أبي أصرخ أقول أنساك يمر طيفك أدري إني مو بقلبك ولا عندك من فيني أنا جيتك أبي دنياك لقيت قلبك يتافي أدري إني مو بقلبك ولا عندك من فيني أنا جيتك أبي دنياك لقيت قلبك يتافي أنا قلبي تعب يهواك تعب والله أحس فيك أبي أصرخ أقول أنساك يمر طيفك ويغني أنا قلبي تعب يهواك تعب والله أبي أصرخ أقول أنساك يمر طيفك أدري إني مو بقلبك ولا عندك من فيني أنا جيتك أبي دنياك لقيت قلبك يتافي أدري إني مو بقلبك ولا عندك من فيني أنا جيتك أبي دنياك لقيت قلبك الو الدراري صافا بخير مزيان صافا عليكم. المهم هاد الحلقه هادي غتكون شويه مختلفه على لي فيديو اللي قبل بحيث انني غنقرا لي كومونتير ديال اللي جاوني في لي فيديو اللي قبل. انا تعمدت باش ما نقراهمش على اساس انني باش ندير هاد الفيديو هذا ونقراهم مباشره باش يجي داكشي سبونطاني. المهم لي كومونتير كيف ما كانوا خايبين زوينين انتقاد انتقاد زوين انتقاد خايب الا داكشي ديال المعيار اللي خايب بزاف. المهم داكشي ما غنقراش. المهم نبداو على بركه الله يلا. المهم نبداو اول كومونتير. واحد لاشين كومونتير ديال سميتها اميرات امي بورشتيني ما شاء الله عليك صوتك حاضر نتمنى دير شي اغنيه ديالك وتخدم عليها مزيان. ديجا انا كنكتب وكنلحن الاغاني كنكتبو كنلحن وديجا كتبت واحد الاغنية وحطيتها عندي فلاشين قبل سميتها الف كية الا بغيتو ترجعو تشوفوها. موت وانت كوا الف كية في هدي الدنيا تشحن وحاس بيا عايش محتار معاك يا عمري وخايف دوزو الكومنتر الثاني. عجبني صوتك جيت نتابون هنا مرحبا بك حفصة. دوزو الكومنتر اللي بعده نهيلة نجيك من الاخر صوتك فور واعر مسطيها بالمي قلت لك نجيك من الاخر كيسحب لي بحال غتعايرني ولا شي حاجة. شكرا اختي نهيلة ربي يخليك الله يحفظك. بزاف والله تضرب روحك في روح في روح تضرب روحك في روحك وما تلحقش فيصل الصغير. المهم هذا واحد الكوفا كنت درته قبل ديال فيصل الصغير ديال اغنيه توحشك انا توحشك انا عمري بغيت اشوفك طال صبري طالت عليا غيبتك اللي بغيتي هاي ندلك انا بخاطرك يا عمري. المهم واحد كتب لي في كومنتير تضرب روحك في روحك وما توصلش لفيصل الصغير.
من الكومنتار بين انه جزائري. المهم انا الصراحه فيصل صغير كيعجبني صوته، كيعجبني بزاف ديال الفنانه، وانا درت ليه كوفر عادي. المهم دوز الكومنتار الثاني، فريمون صوتك واعر بزاف، لا ميوزيك زوينه، ميرسي. ما فهمتش لهجتكم بس الاغنيه ولا روعه. انا عارف بان صراحه متابعيني شي وحدين ماشي مغاربه، وكيكونوا من الخليج، من لبنان، من مصر، من وكيف ما كنعرفوا ان اللهجه ديالنا المغربيه شويه مسروبه، يعني ممكن ان شي ناس ما يكونوش كيفهموها. المهم يكفي انكم كتفهموا الاغاني، يعني كتوصلكم الاغنيه والاحساس ديالها وداكشي. ندوزو الكومنتير اللي بعد. برافو عليك، بون كونتيناسيون، مي واش انت في كينيتخا؟ جيسبيغ تجاوبني سيل تو بلي. شريفة المهدن، شريفة اختي انا من قنيطرة، من المغرب، من قنيطرة، عايش في قنيطرة، تولدت في قنيطرة، صافي. انا تيليشارجيتها كاع، واعرة طوب، ميرسي بوكو. دوزو الكومنتير اللي بعدو. صوتك اكثر من رائع، ولكن خويا لو تجود القران غيكون احسن، وما تعتبروش هذا انتقاد. المهم الاسم ديال لاشين ما كاينش، اكيد ان شاء الله، علاش لا، من بعد نقدر نجود قران. وانا اصلا ديجا ملي كنت صغير، يعني قبل ما نبدا الغناء وداك الشيء، كنت كنجود وكنغني او ميم طون، كنت كنجود في الحفلات المدرسيه وفي بزاف ديال الاماكن. ندوز الكومنتير اللي بعده. المهم الكومنتير اللي قبل، تبارك الله عليك خويا، واش انت ولد قنيطرة؟ وي انا ولد قنيطرة، ديجا جاوبت على هذا السؤال. يلاه دابا ندوزو الكومنتير اللي بعده. صوتك زوين ما شاء الله، نتمنى تغني اغنية قصة غرام. اغنية قصة غرام انا كتعجبني صراحة. فرحت من ربي كتبني ليك، عرفت تنسى بصح انت عنيك، مو غير تكوني معايا، انا نصلي وانتي امورايا، وانا عايش معاك قصة غرام، سي قادر ما فاق. هاد الاغنية زوينة صراحة، هي كتعجبني. المهم دراري، في كل فيديو غنبقى نقرا لي كومونتير ديالكم ديال الفيديو اللي قبل، بحال دابا لي فيديو اللي فاتوا قبل قريت لي كومونتير هنايا، ها هما كاملين. المهم بحال دابا الفيديو الجاي اللي غادي نحطو ان شاء الله، غنقرا كاع لي لي كومونتير ديال الفيديو هذا اللي حطيته. اي واحد بغى يسولني شي سؤال، بغى شي اغنيه نغنيها، بغى يقترح عليا شي اغنيه، شي حاجه بغى يقولها ليا، كتبوها ليا في لي كومونتير. ما تنساوش لايك الفيديو طبعا اذا عجبكم، سبسكرايب، فعلوا الجرس. المهم نشوفوا في الحلقه الجايه ان شاء الله، ونقراو لي كومونتير مع بعضياتنا، ونغنيو شي كوفر زوين. يلا بيس ليكم.